تاريخك كله على السلام جرادي في كوبو الشامبيونة. حكينا عندك الصح. قبل المونديال ديال قطر خرج المؤثر الرجاوي المعروف باسم رجاوي من بكري على الفيسبوك كياج ملقوش وليد الركراكي قبل ايام قليله من اول مباراه امام كرواتيا، والسبب كان هو عدم استدعاء سفيان الرحيمي الى قائمه المونديال. رحيمي جا من موراك بدا معاهم كوب تاكاف وزاد كوبقا ومحمد السادس عنده بالماريس عامر، وديك اللعبه شوف تسحب راسك مورينو راك والو راك انت في الدعين، عندك فرقه صحيحه فيها لعابه اللي مشيين بملاير وما درتي بهم والو، حتى دور المجموعات ما مشيتيش، وديك الساعه ما يصفروا ليك وكنتي كتمنى الدرب الرجاء فابور وما جابوكش، جابو هذا الجرد هذا جابو وما جابوكش انت كنتي كتمنى. بعد المونديال والحمد لله على الانجاز الكبير اللي حققنا مع ابن البلاد وليد الركراكي يتفوق على كل العقبات اسكت جميع المنتقدين، قلنا راه باحتلال المنتخب المغربي المركز الرابع عالميا غادي يكون روض الرأي العام خصوصا الناس اللي كانوا ضدو، لكن للأسف حقد الكراهية كتبقى ولو على سبيل الوطن، وبنادم ولا كيتمنى إخفاق المنتخب المغربي فقط لأنه عنده عقدة من الركراكي، لأنه سبق وكان مدرب ناجح مع الوداد، واليوم وقبل أيام قليلا بداية كأس إفريقيا غادي يخرج نفس المؤتي الرجاوي ويهاجم وليد الركراكي مرة أخرى. وانت راه كتظلم وظلمتي شفتيني، دونك كنتمنى على الله ما تبقاش تراجع راسك شويه والهضره ديالك. ابا شوف ماشي دينا معاك كوب ديمون، راه فاريا في 86 بخليفه والمريس وبوحياوي ودولمي ولاد البلاد كانوا الزماكريه عوراد الفراقي، وغسلنا كنا كل ما كانش الهضره كنا غنمشيو، وكانت 16 فرقه ودينا معنا الانجليز ودزنا تيت دو جروب جوج ماتش نيلات ورباح، دونك ما تبقاش بون راه 92 لو كومبلو اللي كان دابا اللي كان دابا دارت البرازيل مع النرويج، راه حنا شنو الفرقه شكون كان فيها؟ كان فيها سابير كان فيها نيبات كان فيها روسي كان فيها باسيف، الزماكري الوحيد اللي كان هو حجي، دونك حنا ماشي هاد الكره هادي راه هما اللي كاينين المغرب راه عطا، ولا كنا غنظلمو شي واحد ما بقاوش نخرجوا نديروا تحليلات، راه مع الفراس كنبغوا الكحلوه كنعميوها. ودابا عندي ميساج للجمهور الدراجه. للاسف التصرفات تعتبر خيانه للوطن، خصوصا فاش كيكون المؤثر عنده قاعده جماهيريه كبيره، وبسببه ولينا كنشوفوا بزاف من جماهير الرجاء لا يشجعون المنتخب فقط لانه لاعب ودادي ضمن القائمه او المدرب سبق له ونجح مع الوداد. والمشكل ان هذا المؤثر بعد ما تحكم في عقول نسبه كبيره من جماهير الرجاء اليوم ولا كيوجه الخطاب للجمهور الجيش الملكي ولعب على الوتر الحساس ديالهم وحبهم للعميد حريمات فقط باش يكون التاثير افيكاس. وهذيك الهضره السي الركراكي ما كديالش ديال الجيش يديو ما يديو، حنا كنعرفو لي ميور زاليمون، انت حتى انليست الارجي ما حطيتيش في هذاك السيد مع انه الميغيت هذاك حريمات، هذيك لا ليست ديال 55 هذاك راه كيلعب كل ماتش شاك كان جوغ قلتي وراه سي اكوز دو توا كنلعبو شاك كان جوغ فوالا، هذيك الهضره ديال الجيش تدي تشامبيونز ليغ وهادي تدي، وحتى الرجاء كتبقى كبيره عليك الرجاء كبير وما عمرك غتحلم تدخل للتيران الوزير، حيت الوزير كيدخلوا ليه العباقره ما كيدخلوش لهم دوك اللي كيخدموا بفمهم، دوك اللي خدام يلعب بفمهم اللي عندهم على الهضره ما كيدخلوش للوزير، دونك كونسونتخطو على فرقتك وراك ماشي اونترينور راه عير الزهر، وكنشوفوا لي ماتش ديالك كيفاش كيتجيرو وعلي الله يعلي شانك. حكينا عندك الصح، كاين شي واحد اخر ولا؟ اخيرا هذا الرجل راه في سن الاب او الجد ديالي، نصيحه صعيب توصل ليه لكن ما اتمنى انه يغير من التفكير ديالو ويعرف يفرق ما بين الحقد على الشخص والحب بالخير للوطن. ختاما الله يهدي ما خلق، وهذا النوع ديال الفيديوهات بالضبط التحسيسيه كيحتاجوا البارطاج بزاف باش يوصلوا لاكثر عدد من الناس. تهلاو.